فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رزقني الله بولد منذ سنة ونصف، ولم أذبح شاتين لعدم إمكانيتي في ذلك، فهل أستطيع أن أذبح الآن؟ نعم. يقول: رزقني الله بولد منذ سنة، ولد يعني ذكر، ها؟ نعم. أي. منذ سنة ونصف. أي. يقول: ولم أذبح شاتين لأنه ليس عندي إمكانية. ما فات الوقت يا أخي، اذبح إذا يسر الله عليك فاذبح، ما فات وقت العقيقة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.